حنا الساكنه ديال دوار الواسطي حي المحمدي حي حمام الطواكي الشهديه دوار حسيب ودوار الباسي دوار ريتن وانتم كتشوفوا هاد الناس هادو راه كلهم مشردين كلهم مشردين العامل ما بغى يستقبلنا الباشا ما بغى يستقبلنا كيجي عندنا القائد كيقول لك اسيروا اسيروا راه الدوسي ديالكم راه حنا كندرسوه راه حنا كندرسوه السنين هذه ديال الدراسه بالترياب ثلاث ايام وفي الدراسه سنين ما عرفت هاد الناس منين جايبين هاد القانون هاد ما عرفتش من دستور هادو كيطبقوا علينا ما عرفناش من دستور كيطبقوا علينا هاد الناس هاد وحنا اليوم راه جينا باش نطالبوا غير بالسكن ديالنا دابا انا راه جاي من حي مولاي رشيد على رجليا ما خدام ما ردام راه كيشوفوك معاك كره وانا كنبيع على الكار والديطاي وهادشي اللي جا هاد عرفت هاد الناس هادو راه كلهم مشردين مساك كلهم انا كاريبيت لا جاتها خدت المراه عندي خاتني نخرج نريح بالزنقه ديال نمشي خد المراه كاريبيت انا ولاد كاريبيت واحد وهاد الناس يجربوا هاد البيت هذا يجيو ينعسوا فيه ولا يسكنوا فيه ويجيو يرتاحوا مع راساتهم ولا هما ساكنين هما الرحين هما التعين مع راساتهم وحنا ناسينا وحقنا ماشي تا غيعطيوه لينا حقنا عطاه لينا الملك حقنا اللي عطانا الملك انا مدور جديد ما بغينا حتى شي حاجه حنا ماشي من صحاب المشاكل ولا صحاب الصداع ولا شي حاجه حنا بغينا واحد الروسي نخلصو نهار اللي بغينا نخلصو جات كورونا سدات ملي سدات مشينا للعمران قالنا حقه من الدواسه ما كاينينش سيروا صيفطنا لكم الجماعه جينا العمل الجماعه قالنا في العماله جينا العماله استقبلنا العامل دخلنا عطانا الماء شربنا في الاخر قال لنا ديروا اسبوع وجيو عندي درنا اسبوع جينا عنده قال لنا درتو ميساجات بيناتكم ما بقى سيروا تنعيط لكم سيروا تكون شي حاجه ما بقاوش الاراضي الاراضي سالاو باقي ما كاينينش اراضي الاراضي داتها لكم العمران وحنا نبقاو كارين خمس سنين هذه وحنا كارين ما راه الجاله ما عنديش ما خدامه شاد عضا خدامه فيها 6000 ريال في السيمانه 8000 في السيمانه اش دير ليا تكريريه ها توكلني تشربني تعيشني الدواء الطانسيون السكر كيفاش غادي ندير الموت انا ها حنا بغينا نضمنوا وليداتنا انا عندي ولدي مجوز ساكن معايا في بيت يلا مجوج والد ولد وساكن معايا في بيت كندير لي انا قاسم انا وياه داك البيت بماريو يلا كندير داك الدر حشومه عيب كل نهار كيدنونا هاد الشهر غيعطيكم هاد الشهر غيعطيكم هاد الشهر حنا ما بغينا والو عطينا على الروسي مشيو بحالنا العيب والانا باقي الشوجانا انا واحد من الساكنه ديال كاريان سونترال ضاحيه من ضحايا الهدم الجماعي الاجباري ديال 2016 اخويا من 2016 وحنا كنحتجوا وحنا كنراسلوا المسؤولين ولا حياه لمن تنادي راه حنا من 2016 وحنا عرضه للضياع عرضه للتشرد الناس راه ما عمرو كرا تولى كرا ما عمرو جلس عند عائلته حتى ولا جالس عند عائلته عمرو ما سكن في الباديه تصيفط ولادو يسكنوا في الباديه هذا الشيء لا يعقل وهذا الشيء ظلم في حق الناس ديال كاريان سونترال الكاريان اللي عرف تضحيه من اجل الاستقلال وها هما الاحفاد ديالو الاولاد ديالو عرضه للتشرد وعرضه للضياع حنا مطالب ديالنا مطالب شرعيه كنطالبوا بالاستفاده بحالنا بحال الساكنه المرحله السابقه بان العائله المركبه تاخذ توسيعه المطلقات ياخذوا الارامل ياخذوا الامهات العازبات ياخذوا الايتام ياخذوا حنا ما بغينا حتى شي واحد يتقصى لان هذه مبادره ديال جلاله الملك وحرام ان الناس يضيعوا وحرام ان الناس يكون عندهم الحق ديالهم ويضيعوا انا من الدوار المؤمنيه حنا ست سنين وحنا كنتسناو في هذه الاستفاده ديالنا باش ناخذوا البقعة ديالنا هاد الناس راه تكرفصوا علينا حنا مشردين ست سنين حنا مشردين الساكنه كلها مشرده كنطالب السكن ديالي طالب السكن ديالي يعطوني السكن ديالي مشي في حالي ما بقاش نجي عندهم هنا كاع حنا عينا الناس راه يموتوا راه الناس راه تدمروا راه عياو ما كاينش اللي كيستقبلنا لا امين لا باشا لا واللي جينا عنده كيقول لنا سيروا في حالاتكم فين غنمشيو حنا حنا ست سنين وحنا في التشرد حنا بغينا مسؤول يفتح معنا يجي عندنا ويوقف معنا انا من دوار حفيبو جيت نضامن مع هاد الناس هادو من كاريان ديال الدواوير صفيح اللي تم الهدم ديالهم 2017 2019 وحنا ما عندنا حتى شي مشكل حنا هادي هبه ملكيه استفاده ملكيه مشينا لشركه العمران قالوا لنا بقى 400 و800 بقعه تاع عطينا السيد السيد العامل عماله عين سبع يعطينا الاذن باش نعطيكم ورقه الخلاص ديالكم وهادشي راه حشومه والناس متشرده ونعسه في الزنقه وكنتمناو من الناس يشوفوا معنا في هاد المنبر هذا وحنا راه مضرورين بزاف والله يخطفهم الحق شي اللي غادي نقولوا